بركان قد ينفجر في أي لحظة كلما تعمقت المأساة المعيشية والأزمة السيادية التي يغرق فيها لبنان. هو الجيش اللبناني الذي ينطوي في أرشيفه على محطات سياسية عدة شهدت انتفاضات وانقلابات منذ تأسيسه على يد اللواء فؤاد شهاب. أول أحداث العسكرية اللي صارت بقلب الجيش هو الانقلاب اللي عملوه ضابطين بالجيش اللبناني، نائبين بالجيش اللبناني سنة 1961 بعهد اللواء فؤاد شهاب، وقتها عملوا انقلاب بقلب الجيش وصار في معارك بالحازمية على مدخل سكنة الفياضية، ولكن أحبطت هذه المحاولة بمهدة وتم محاسبة الضابطين وعدد من العسكر المشاركين مباشرة بالانقلاب، وتم محاكمة ومحاسبة عدد من الضباط والسياسيين الذين ينتمون إلى الحزب القومي، ومعاملتهم معاملة قاسية جدا، بخاصة أنه كانوا بعهد فؤاد شهاب الدستوري القانوني الوطني، وهذا لا يقبل الجدل بذلك العهد، وتم محاسبة عدد من المنضمين إلى هذا الحزب. ونتيجة هذا الانقلاب الفاشل تشددت المخابرات في مراقبة الأحزاب والشخصيات السياسية بحجة منع تكرار أي محاولة تشبه محاولة الانقلاب داخل الجيش اللبناني. بعد سنة من بداية الحرب الأهلية، بعد انقسام وشرخ بالمجتمع اللبناني، بيعلن العميد عبد العزيز الأحدب بليغ رقم 1 وبيطلب من رئيس الجمهورية سليمان فرنجية الاستقالة وإعادة تكوين السلطة من جديد، تشكيل حكومة وطنية من جديد وإنهاء الحرب. ولكن هذا الانقلاب لم يلقى أذانا صاغية من الأطراف اللبنانية، ومضى أكثر من 3-4 أيام وفشل الانقلاب. فهل ينتفض العسكر من الداخل ويحدث انقلاباً، أو يقلب العسكريون المتقاعدون الطاولة في الشارع ليثمروا مشهداً جديداً؟ اليوم الجيش عم يعاني على كل المستويات، في فقر لم يشهد له مثيل. الجيش العسكري اليوم راتبه بين 40 للمية 110 دولار ماكسيموم. أنا لما بحكي العسكري عم بحكي عن الرتبة والأفراد، من كل رتب من مؤهل لجندي، والضابط تروح راتبه بين 70 دولار وبين 200-250 دولار ماكسيموم لقائد الجيش. طيب حدا يشرح لي كيف العسكري بده يعيش؟ ما بيحق له يشتغل شغلة تانية، ما بيحق له يعمل أي عمل يؤدي للربح، عنده عائلة مثل ما كل هالناس عنده عيال، كيف بده ياكل يشرب؟ كيف بده ياكل ب40 دولار؟ كيف بده يعيش عائلته ب50 دولار و100 دولار؟ حدا يشرح لنا كيف؟ هيدا العسكري إذا أجى لعندي على السكنة عنده مهمة، راسه راح يكون معي ولا راح يكون عند مرته ولا عند ابنه اللي ما في أمن له حليب أو حبة دواء؟ إحنا اليوم بصدد اتصالات مع كل المكونات الحراك العسكري لناخذ موقف موحد بخصوص اللي عم نشوفه لإحقاق الحق. ما بقى يقدر العسكري يعيش مثل ما نعيش، لا بالخدمة الفعلية ولا بالتقاعد. العسكري المتقاعد أصغر واحد عمره 50-60 سنة، كيف بدك يشتغل هذا؟ في من عمره 80 سنة و90 سنة، طيب هذا كيف يعيش؟ كيف يشتغل يعيش؟ نحن بدنا نتحرك نحكي باسمنا واسم الجيش، ولو ما كنا نحن موكلين بشكل رسمي، بس نحن بنعرف شو وجع العسكر، وبدنا نحكي مع رفقاتنا، نحن امتداد لهم، وهن امبارحنا ونحن مستقبلهم، ما فينا نتركهم ولا ممكن نتخلى عنهم. هناك من يعول على ثورة يغطيها الجيش اللبناني، وهناك من يأمل بانتفاضة عسكرية تصل إلى حدود الانقلاب. فأي سيناريو سيكون الأقرب إلى واقع لبنان؟ شاركونا تعليقاتكم.